أهلا من جديد. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وكان في استقبال السيسي رئيس مجلس الأمة الجزائرية عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد الملك سلال وأعضاء في الحكومة. ويجري السيسي مباحثات مع بوتفليقة تتناول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالوضع في العالم العربي وإفريقيا على وجه الخصوص. بعد توتر في العلاقات دام لأعوام طويلة ووصل ذروته عام 2010 بسبب بطولة كرة القدم بين مصر والجزائر وانتهى بحالة من الهدوء النسبي في الأعوام الثلاثة الأخيرة بين البلدين، تحاول الحكومتان اليوم إنعاش تلك العلاقات. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتتح أولى جولاته الرسمية الخارجية بزيارة إلى الجزائر للقاء نظيره عبد العزيز بوتفليقة. تعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي بين البلدين هو عنوانها العريض، إضافة إلى بحث الأوضاع في العالم العربي وإفريقيا. وزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة عبر من جهته عن ارتياح الجزائر لعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي بعد تجميد مشاركتها لمدة عام، قائلاً إن مصر هي دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ودورها في إفريقيا مقدر. ومن المقرر أن يتوجه السيسي بعد إتمام الزيارة إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو ليترأس وفد بلاده في قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي الخميس والجمعة. وجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد اتخذت موقفاً حيادياً من المشهد السياسي في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بداية تموز يوليو الماضي، وكذلك من موجة التغيير في البلاد العربية. وللمزيد حول الموضوع أرحب من القاهرة بنائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السيد خالد زغلول، وأرحب في الاستوديو بالكاتب والمحلل السياسي السيد زهير سراي. أهلا بكما. أبدأ من القاهرة، يعني برأيك ما دلالات اختيار الجزائر كمحطة أولى لزيارات السيسي الخارجية؟ هو الحقيقة موقف الجزائر بالنسبة لمصر من قبل 30 يونيو كان موقف يحسب لها بشكل جيد، لأن الجزائريين كانوا واخدين موقف ضد الحكم الإسلامي السياسي في مصر، يعني ضد حكم الإخوان المسلمين. وكان حصل طلب من الرئاسة المصرية في عهد الرئيس مرسي للرئاسة الجزائرية بزيارة لمرسي للجزائر. الجزائر الحقيقة ردت بدبلوماسية هادية، ابعتوا رئيس الوزراء الأول عشان نقدر نمهد للزيارة، ده اعتذار بشكل لطيف يعني. وراح هشام قنديل رئيس وزراء مصر أيامها وما حصلش أي اتفاقيات ولا أي تفاوض مع الجزائريين. والجزائريين عملوا الحقيقة دور مهم جدا 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 في رجوع مصر للاتحاد الأفريقي. نعم، سنتحدث عن هذا في سياق هذا النقاش. ابقى معي سيد خالد. أذهب إلى ضيفي في الاستوديو السيد زهير، ما رأيك، ما الدلالات وراء زيارة السيسي كأولى محطاته للجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على السؤال. في الحقيقة أن زيارة السيد السيسي للجزائر كانت مفاجأة جدا، بحيث لم يعلن عنها رسميا لا في وسائل الدولة الرسمية ولا في الصحافة المستقلة. فنحن نعلم جيدا أن الأسبوع الماضي كان وفد جزائري من وزارة الطاقة والمناجم زار القاهرة، وحيث أبرم اتفاقية باستيراد الغاز المميع للجمهورية المصرية بقيمة يعني بحجم 900 مليون كيلومتر مكعب. فمن خلال عودة المفوضين الجزائريين أو هذا الفريق الجزائري للجزائر، إن تفاجأنا صراحة بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي استدعى الرئيس يعني السيسي للجزائر، وهذا شيء يعني لا أساس له من الصحة يعني بكل واقعية وبكل مصداقية يعني. نعم، أذهب إلى ضيفي في القاهرة السيد خالد زغلول. في تصريحات سابقة للرئاسة المصرية قالت إن السعودية ستكون المحطة الخارجية الأولى للسيسي، هل تغير هذا بعد زيارة العاهل السعودي للقاهرة؟
أعتقد إن زيارة العاهل السعودي للقاهرة أثرت على إن بقى يعني خلت الرحلة الأولى للسعودية ما بقتش هي ذات المحور المهم أو ذات الأهمية الأولى، لأن تم زيارة تم اللقاء وتم الزيارة وتم الاتفاق. لكن أنا عايز أرجع لزيارة الجزائر، لأن هو لازم نقول إن أهمية زيارة السيسي للجزائر، إن الجزائر ومصر هما الدولتين اللي دلوقتي دولتين مركزيتين حقيقيين، والجيش الجزائري والجيش المصري هما الجيشين الوحيدين اللي موجودين في هذا الوطن. فالتنسيق لازم يبقى على أعلى مستوى بين البلدين، لأن البلدين مستهدفين. نعم. مصر والجزائر مستهدفين من الغرب بشكل عام. ولو حضرتك ترجع لبعض الإعلام الغربي بيطلع بعض التسريبات يقول لك الجيش الجزائري مع الجيش الأمريكي مع الجيش الفرنسي دخل جنوب ليبيا، وده مش حقيقي. وبعض الإعلام الغربي يقول لك إن الجيش المصري تدخل وهو اللي عمل حفتر، والجيش المصري الكوماندوز المصري جوه ليبيا، وده مش حقيقي. كل ده لاستهداف الجيش الجزائري والجيش المصري. نعم. لازم يبقى التعاون الأمني في المنطقة على أعلى مستوى بين الجزائر ومصر. عشان بالتالي هذه الزيارة سيد خالد، هل هي مؤشر على ظهور محور جديد في المنطقة، محور مصري جزائري بدعم خليجي؟ أنا أعتقد أن المحور المصري الجزائري ده محور مهم مع أن نضم لهم المحور السعودي، يعني بمحور مصري سعودي جزائري. وأعتقد أن ده محور على قدر عالي من الأهمية. وأعتقد حتى في يعني إن الملك عبد الله كلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهناه بفوز الجزائر الكبير في كأس العالم، فده برضو تقارب جزائري سعودي بشكل بآخر. وأعتقد إن المحور الثلاثي الجزائري أو نخليه الخليجي يعني والمصري والجزائري ده 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 المحور بداية نهضة للمنطقة العربية كلها. نعم. والوقوف أمام المخطط الغربي لاستهداف المنطقة. نعم، ما رأيك سيد زهير؟ نحن في الحقيقة نتكلم على محور جيوستراتيجي، بحيث النظام المصري حاليا وبعد حصل ما حصل، أن هذا النظام يعني أمر الواقع مثل ما هو موجود في الجزائر حاليا، أراد يعني إخراج دولة قطر من المعادلة السياسية. فبالتالي كانت المحطة الأولى التي توجه إليها السيد السيسي هي الجزائر، من حيث تصريحاته اليوم على التلفزة الوطنية الجزائرية بأنه أتى إلى الجزائر، وذلك لاستغلال خبرة الجزائر ضد الإرهاب، وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين. تعزيز نعم. يعني بالتالي هل الملف الأمني على رأس الأولويات نعم في هذه المحادثات؟ نعم، هو الملف الأمني على حسب التصريحات المتداولة من الطرفان كان هو الملف الأبرز، لكن هناك ملف ثاني وهو ملف يعني لا يقل أهمية، وهو يعني الملف الذي تم من بواسطة يعني هذه الاتفاقية، اتفاقية تصدير الغاز الجزائري إلى مصر. نعم. بحيث الطبقة السياسية في الجزائر الآن يعني بين خيارين، يا إما يعني وأنا أتكلم من هذا المكان وأنا على يقين أن سوف تكون احتجاجات كبيرة في الجزائر، هذا ما لا أتمنى، لكن سوف تقع. نعم. على إثر هذه الحادثة، لأننا نعلم في الجزائر أن تعرف في الجزائر لدينا حساسية كبيرة جدا ضد إسرائيل، والقيمة التي اتفق عليها الطرفان وهي 900 كيلومتر مكعب من الغاز علما لمصر، علما أن هذه الدولة يعني مصر شقيقة، ومصر يعني الأخوة، ومصر بلدنا الثاني، فبالتالي تحتاج فقط إلى 400 مليون كيلومتر مكعب لاحتياجاتها الداخلية. ابقى معي سيد. نعم. زهير، دعني أذهب إلى القاهرة للسيد السيد خالد. يعني هل الملف الأمني يتصدر أولويات زيارة السيسي للجزائر؟ الملف الأمني طبعا هو أولويات الزيارة، لأن الملف الأمني له شقين. شق إن احنا لازم في مصر نستفيد من خبرة الجزائر في 10 سنين في الحرب مع الإرهاب، فتراكم عندها خبرات عالية ومرتفعة لازم المصريين يستفيدوا منها.
الشق الثاني شق ليبيا. ليبيا موضوع الحدود الليبية الجزائرية والليبية المصرية. نعم. فالليبيا دولة جوار للبلدين. هذا ما ودي الحديث عنه، يعني إلى أي مدى يشكل هذا الملف مصدر قلق لدول الجوار الليبي؟ لا، هو الملف الليبي طبعا بيسبب مصدر قلق كبير للجزائر والمصر، لأن ليبيا يعني شرق ليبيا بيسيطر عليها تقريبا تنظيم القاعدة، وفي فوضى عارمة في ليبيا. الليبيين في ديرنا وفي بعض المناطق الليبية وخاصة ديرنا دي فيها معسكرات تدريب للقاعدة، بيتدرب فيها مصريين وجزائريين ومن جنسيات عدة، وبيتصدروا لمصر وللجزائر. فده موضوع بيشكل خطورة شديدة على البلدين، فلازم البلدين يتصدوا، يبقى في تعاون امني في وضع التعاون امني كبير للتصدي للملف الليبي تحديدا يعني. نعم. ما رايك سيد زهير، كيف ستتعامل مصر والجزائر مع التحدي القائم في ليبيا؟ نعم، انا اتفق في الشق الثاني من اجابه الاستاذ من القاهره، هو انه فعلا الملف الامني ملف خطير جدا، وملف يعني يحظى باهتمام من كل دول الجوار، يعني من تونس والجزائر وموريتانيا. نعم. ثم حتى الجمهورية المصرية. فبالتالي الانفلات الأمني في ليبيا له يعني تأثير كبير على الاستقرار الداخلي، سواء كان في الجزائر أم في جمهورية مصر. نعم. ثم من ناحية أخرى، أنا لا أعتقد أن الجزائر يوما ما كانت في احتياج أو في حاجة إلى يعني تنسيق أمني مشترك مع الجمهورية المصرية. يعني منذ حرب 73 انتهت المسألة مع النظام أنذاك. فبالتالي الجيش المصري ليس كذلك جيش سهل ولا نعم. جيش هو جيش كذلك قوي. نعم. لكن ما ينقصه هو القرار السياسي فقط. نعم. فبالتالي أرى يعني أن هناك خلط في ولكن في يبدو أن هذه الأمور ستتغير إن شاء الله. نحن نتمناها أن تتغير إلى الأحسن. ولا أضع يعني ميزان الجزائر في ميزان مصر. مصر نعم. الآن تعيش يعني كارثة اقتصادية وكارثة اجتماعية كما شكرا. في الجزائر يعني نعم. نفس الشيء. انتهى الوقت سيد زهير، شكرا جزيلا لك. الكاتب والمحلل السياسي السيد زهير سراي كنت معنا هنا في الاستوديو، وشكر موصول لضيفي من القاهرة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السيد خالد زغلول، شكرا جزيلا لكما. وبهذا وصلنا لختام ملفات تذكير بالعناوين. المالكي يرفض تشكيل حكومة إنقاذ وطني ووصول أول دفعة للمستشارين العسكريين الأمريكيين إلى العراق. تفجير انتحاري في فندق غرب بيروت خلال مداهمة للأمن العام. والأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يعلقون إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه قبل أكثر من شهرين. قمة بين السيسي وأبو تفليقة في الجزائر تبحث الوضع في ليبيا والتعاون في مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.